يا يونايتد من الاسد ومن الرقم القياسي في دوري ابطال اوروبا وفي بطولة اوروبا من عام 56. رونالدو يسدد كرة ثانية في يوم كبير كريستيانو بعد 14 سنة ممكن يدونها من جديد مع المان العام الثاني. يتقدم الاسبان يمشي التو او الهجوم صامويل التو وهدف. الله يا بارسا الله 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 صامويل التو فيس. ارفع راسك يا كاميروني الماما افريكا. صامويل التو من اول كورة عقبهم من اول كورة دونها من اول كورة لونها يمشي كورة من ركنية للبارسا يمشي بالكرة تشابي خطيرة جدا الثاني في خارطة الطريق رونالدو يمر كريستيانو رونالدو يتعدى الدون يمشي بخطأ بكارت يمشي بخطأ وكارت الصفر على بيكي السرعة المان تو مان ولا واحد يقدر على كريستيانو بيكي في فاول تكتيكي منع البرتغالي من الانطلاق. 4 أهداف في دوري الأبطال هذا العام لرونالدو الولد البرتغالي. يمشي الرانجيكس خطيرة لكن عالية عالية الكورة من اللاعب الويلزي. يتقدم الكاميروني ايتو فيس يرجع بالكورة الانطلاق الامكانية لهجوم تشابي فرصة خطيرة ورائعة جدا. الله على الكورة ميسي هذا ميسي اوه نعم هذا ميسي ليس تشابي. مسألة وقت مانشستر يلعب مليح وسيصل. رونالدو يمر رونالدو يصد جديدة وقريبة مرة أخرى من كريستيانو. تمشي كورة ركنية الراسية لمن؟ الراسية لأوتشي ولكن سيلفينو يدخل بالكورة الآن. هجمة ممتازة جدا عن طريق كيري أوري والحكم يقول خطأ ما يعطيش الأولوية الحكم السويسري ماسيمو بوساكا ويقول خطأ في موقع مناسب جدا. لغات الدنيا الله يقرب البعيد في كورة من تشافي. تشافي ممتازة قريبة الله يا تشافي. تشافي هرنانديز هربتلي غزال الأسمر المدمر الله الثاني ضيعها ضيع ضربة القاضية ضيع ضربات موني بالانحياز لأن البرسا لم يقم بأتاك. اليوم أشوف الإبداع لذلك ممكن تتهمونني ضد المانشستراوية وبأنني كتالوني يا ميسي. قدم تلعب هكذا اسلوب الهجوم. يتقدم البارسا الثاني مانشستر في حالة انهيار 3 دقائق لم يخرج منها بالسلام اليونايتد لانه كورة في خطأ في مقتل لتشابي لميسي لتيري اونري حتى عنوان للانطلاق عنوان لإطلاق الافراح. تشابي سدد الله على كورة القائم. تبقى يا مانشستر ستبقى يا مانشستر الكورة تريدك. مانشستر يبقى في المعركة والبارسا يستعيد الاتاك بكورة خطيرة راسية والثاني رصاصة الرحمة من ميسي رصاصة الرحمة من ميسي. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان ستسأل عنها المرمى وكل الأركان ستقر على أن كورة ميسي الفنان بصمة على شبين كل برشلوني عاشق في هذا الزمان. انتهت المعركة انتهت الحكاية في الدقيقة 70 لعيد الأولمبيكو 70 سجل البارسا ضربة الثانية ليونيل ميسي ليونيل تشي جيفارا. شوف الكرة شوف الراس شوف الهدي مع كل ويكان لكرة القدم. الأول سجل رونالدو يضيع لا يفتح الأبواب. البارسا يتقدم للثالث عن طريق اللعب جوارديولا. رونالدو في خطأ نعم فاول وبكارت أصفر ماسيمو بوساكا. إذن بعد 92 في ويمبلي بعد 2006 في ساندوني 2009